فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الدم يكون نجسا مع أنه يخرج من إنسان طاهر؟ نعم، الدم نجس، الدم نجس، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة يصيبها الحيض، يصيب ثوبها دم الحيض، يصيب ثوبها دم الحيض، ماذا تصنع؟ قال صلى الله عليه وسلم: تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. فأمر بغسل دم الحيض، دل على أن الدم نجس. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.